أشعة الثدي أو الماموغرام هي مجموعة صور من الأشعة السينية تصور الثدي في عدة أوضاع واتجاهات من الأعلى إلى الأسفل ومن الجوانب مع الضغط الخفيف عليه لتغطيته على نحو كامل وبأوضح صورة ممكنة وللتأكد من تصوير كافة أجزائه. هذه الطريقة قادرة على اكتشاف التغيرات الصغيرة والدقيقة للأنسجة التي تتحول إلى ورم خبيث ما لم تعالج في وقت مبكر. أثناء الفحص يضغط الثدي بين مسطحين صلبين، وذلك من أجل زيادة مساحة الأنسجة وتصويرها على نحو أفضل. بعد ذلك يتم استخدام صورة الأشعة المتلقاة وتكوين فكرة أوضح عن الحالة والتعرف على التغيرات التي تحدث في الأنسجة والتي من الممكن الاشتباه في كونها سرطانية.